الإخوة الحضور أبنائي هذه المحافظة راعي احتفالنا هذا دولة الأخ الأستاذ فيصل الفايز هذه الشخصية الوطنية الأردنية والقومية العروبية التي خرجت من بيت المرحوم عاكف الفايز الذي كان يجمع كل الأردنيين ولا يفرقهم. الأخ العزيز محمد موسى الغويري سعادة النائب المحترم الذي جمع أبناء هذه المحافظة في مناسبات وطنية عديدة في هذا اليوم. نحتفل اليوم بعيد الاستقلال وأيضا ونحن ندخل المئوية الأردنية الجديدة. أخوتي وأعزائي، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أريد أن أتحدث في مسار آخر. أريد أن أتحدث إلى أولئك الذين لا يسمعون، وأقدر الإنجاز الأردني والإنجاز السياسي. أقول ابتداء في حرب عام 48 عندما وقف الملك المؤسس عبد الله الأول ابن الحسين مع ضباطه من الجنود الجيش العربي، هل تعلمون ماذا قال لهم أيها الإخوة؟ إنه التاريخ يجب أن نستذكره. هذا جانب الكبير للمحافظة على القدس عندما خاطب أبنائه من ضباط الجيش العربي وقال لهم القدس لآخر طلقة ولآخر رجل. هذا هو الملك عبد الله الحسين الأول المؤسس. وأيضا نستذكر الحسين الباني جلالة الملك الحسين بن طلال، وأيضا الملك عبد الله الثاني عندما تولى سلطاته الدستورية وكان خطابه الأول أمام الكونغرس الأمريكي وأشار لأكثر من 16 مرة بأن البديل عن عدم إقامة الدولة الفلسطينية الإرهاب في المنطقة، وقام بحمل مسؤوليته. وأنتم تعلمون أيها الإخوة، لقد حملنا في الدولة الأردنية ضريبة وقوف قيادتنا اتجاه القدس والقضية الفلسطينية، اتجاه وقوف الأردن مع شقيقه التوأم فلسطين. فكان ما كان، وكان هناك ما جرى قبل عام، وكانت هناك أصوات، وكانت هناك أصوات عالمية وأصوات عربية تساند وتؤيد جلالة الملك والهاشميين، ولكن كان من هناك صرخة من القدس، من أبناء القدس، عندما بعثوا برسالة إلى جلالة الملك وقالوا فيها من هناك من القدس الشريف من الأقصى والقيامة من أسوار وحواري البلدة القديمة من القدس رجالا ونساء نقف معك يا جلالة الملك، نقف معك يا ولي العهد مساندين وداعمين، هؤلاء هم أبناء القدس أيها الإخوة. وكانت هناك مسيرة عطاء لجلالة الملك واستمرت في المحافظة، وكان هناك ضغط غير عادي أثناء حكم ترامب للولايات المتحدة الأمريكية، فتحمل الوطن ما لم يتحمله الآخرين، ولكن فتحت الآفاق. وزيارة الأخيرة، وكنت أتمنى من إعلامنا الرسمي أن يشير لجهود جلالة الملك الفعلية والحقيقية على أرض الواقع. وأقول لكم بأن عندما أتت إدارة بايدن لم تفكر في القضية الفلسطينية إلا في مسارين. المسار الأول السلام الاقتصادي والتهدئة الأمن للإسرائيليين، لكن أجبرت إدارة بايدن أن تتعاطى مع القضية الفلسطينية على صعيد سياسي أثناء زيارة جلالة الملك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فكان من هناك بأن بايدن فكر أن يزور رام الله ويزور القدس. ففي زيارته للقدس هناك معلومات تقول بأنه سيزور القدس الشرقية بدون جنود أو ضباط من الشرطة الإسرائيلية. فمعنى ذلك بأن زيارته للقدس هو عبارة عن تقويض وإنهاء لما كان يطرحه ترامب بأن القدس موحدة كعاصمة لدولة إسرائيل. وأيضا هناك ما يقال بأن داخل الكونغرس الأمريكي هناك قرار بأن هناك سيكون اعتراف من طرف الكونغرس الأمريكي بالنكبة وحقوق الشعب الفلسطيني. وأيضا اتخذت الإدارة الأمريكية قبل أيام وهذه للمرة الأولى بأن يكون هناك مبعوث خاص أمريكي للشؤون الفلسطينية وهو مساعد وزير الخارجية. هذه إنجازات الدبلوماسية الملكية، هذه إنجازات جلالة الملك
اتجاه القضية الفلسطينية. وأخيرا حمى الله هذا الوطن وشعبه، وحفظ جلالة الملك وولي عهده، وعاشت فلسطين حرة عربية. والسلام عليكم ورحمة الله. لن نتخلى عن واجبنا ودورنا التاريخي في دعم الأشقاء.